ألف مليون مبروك فتيات الذهب الفوز في دور الستاشر على فريق سانت دوني أولمبيك طبعاً بثلاث أشواط مقابل لا شيء زي ما احنا توقعنا قبل بداية هذه المباراة. يمكن كانت وان سايد جيم 25-17 الشوط الأول، 25-11 الشوط الثاني، و25-9 الشوط الثالث. على طول بقى كده يعني نروح لأرض الملعب وصالة الأمير عبدالله الفيصل، وتنضم لنا زميلتنا العزيزة منى المنيسي ومعها لقاء هام مع كابتن مي غزال. الحقيقة شاركت النهاردة وأدت أداء كبير جدا في هذه المباراة. اتفضل يا منى. مريم، من جديد تحياتي ليكي وتحياتي لضيوفك الكرام ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني زي ما قلنا قبل الماتش وزي ما توقعنا 3-0 جديده لنادي الاهلي ولفتيات الذهب، وانا في هذه اللحظات معايا لاعبه النادي الاهلي او نجمه من نجوم النادي الاهلي من مباراه النهارده، كابتن مي غزال. مي، برحب بيكي على شاشه قناه النادي الاهلي. في الاول الف مبروك على الفوز. الماتش صراحه سهل، ماتش سهل جدا. انت بتحبي تقولي ايه بعد الماتش؟ اولا يعني الله يبارك فيكي وكده. هو يبان ان الماتش سهل، بس يعني بوجود ان الجماهير كانت موجوده والبطوله على ارضنا، فده بيبقى عليه ضغط علينا ان احنا لازم حتى لو الفرقه سهله نقدم احسن اداء ونلعب كويس قوي. النهارده يعني احنا المفروض الصبح احنا عارفين الفرقه دي سيستمها ازاي، يعني المفروض الفرقه دي على قد ما ضربها مش قوي قوي بس فرقه ذكيه، يعني لعبهم مختلف عن لعب الافارقه. فاحنا المفروض النهارده الصبح عرفنا يعني الارسالات نوجهها فين، الفرقه دي مثلا بتعمل بلاسات كتير، فاحنا ناخد بالنا اظن بالنا النهارده في الماتش. بس احنا الحمد لله يعني كنا مستعدين الماتش النهارده. يعني استعديتوا ازاي للماتش، خصوصا ان انتوا الماتشين اللي فاتوا بعدها خدتوا يعني في ماتشين كانوا اوف بالظبط، واستعديتوا بقى ازاي للماتش وانتوا اصلا من الاول ما كنتوش عارفين هتلعبوا امتى او يوم ايه؟ احنا تماريننا كانت شغاله عادي، نفس السيستم بتاعنا، بنتمرن تمرينه في اليوم ساعتين وبعد كده عملنا ريكفري. يعني احنا بنحاول قد ما نقدر ما نحملش عشان الفتره اللي جايه في ماتشات مهمه كتير، فاحنا كده كده اوريدي متمرنين على سيستم، فمش محتاجين تمارين على قد ما ان احنا نبقى نحافظ على القوه البدنيه بتاعتنا والراحه عشان نقدر بقى نركز الماتشات اللي جايه الجامده. يعني كابتن ابراهيم فخر الدين قال لكم ايه بعد الماتش وبعد اللقاء النهارده ما خلص، هتعملوا ايه النهارده استعدادا للماتش اللي جاي؟ هنشوف بكره هنلعب مين بقى، يعني بعد كده بقى بالليل على حسب اللي هنلعبهم هنعمل عليهم محاضره. بشكرك جدا وبالتوفيق، ان شاء الله البطوله ال 11 تبقى مناصبكم باذن الله. يا رب، ربنا يخليك. مريم، من جديد ده كان لقاءنا مع كابتن مي غزال، طبعا واحده من نجوم النادي الاهلي، واحده من اللي حقيقه عملوا النهارده ماتش اكثر من رائع. احنا معاكي لسه ومعاكي، اتفضلي يا مريم.